السلام عليكم. اليوم هنشوفو منتج من منتجات لا سوسيتي فورافير، واللي هو من ضمن المنتجات الجيدة جدا 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 ومطلوب دائما وعليه لي كوموند بزاف بزاف بزاف، وهو الواقي الشمسي الوي سان سكرين. هذا الكريم هذا كيجمع احدث ما توصل له العلم بخصوص الحفاظ على البشره من اثار ديال الشمس والتوازن ديالها الطبيعي. بيان سور هذا الشيء بفضل المكونات ديالو الطبيعيه، وهي جيل نتاع لالوي فيرا والفيتامين او وكذلك لوكسيد دو زانك. هذا الكريم هذا كيعمل على ترطيب ديال البشره والحمايه ديالها من التلف بسبب الاشعه ديال الشمس، بفضل التركيبه ديالو المعززه بعامل حمايه الشمس 30 درجه اس بي اف 30 درجه. بزاف الناس كيشوفوا اس بي اف 30 درجه كيقول لك ما عندوش لانديس ديالو صغير، ولكن هذا على حساب المؤشر الامريكي، اعلى درجه اللي هي كتوازي 60 بالنسبه للمؤشر الاوروبي. داكوغ، هاد الكريم هذا، هاد الواقي هذا كيحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة الموجة، كما أنه كيحافظ على التوازن ديال المواد المرطبة الطبيعية في البشرة، وذلك بالفضل ديال الجيل ديال لالوي المستقر النقي اللي كنقولو له ستابيليزي 100% واللي غني بعناصر ديال الترطيب. عنده تركيبة قوية جدا، وكتقاوم المياه وكتحافظ بفضل الحماية من الأشعة لمدة كتمشي حتى 40 دقيقة بعد ما كتسالي والأنشطة المائية ديالكم، سيتادير البحر لا بيسين اي تو سكو سا فو دير. داكوغ، كيرطب البشرة وكيخليها قادرة على الحفاظ على السمرة لوقت أطول، كما أنه آمن ولطيف على البشرة ديال الأطفال، كنستعملوه حتى بالنسبة للأطفال. كندهنوه قبل التعرض للشمس ب 15 دقيقه او ب 20 دقيقه، وكذلك فوق ما جفات البشره كنوليو ندهنوه بعد السباحه. كما انه الحاجه اللي فيه زوينه بانه ماشي غير كيقي من الاثار ديال الشمس، ولكن كيخفف من الاثار ديال الحروق اللي كنحصلوا عليها بسبب اشعه ديال الشمس. كيحاول كي